ماجد تفضل أخي. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. الله يرضى عليك يا شيخ، حبيت تفسر لي الرؤيا. إن شاء الله أبشر إن استطعنا ترى. الله يعطيك العافية. آمين وإياك. والله يا شيخ أنا شفت الرسول في الرؤيا 3 مرات. رأيت وجهه؟ إي نعم. زين صف لي وجهه بداية. والله يا شيخ وجهه الدائري كذا ملتحي. إيه؟ إيش لون لحيته؟ وسودة يا شيخ. ما شاء الله زين، إلى أين؟ نصف صدره أم أطول أم أقصر؟ والله يا شيخ تحت يعني فوق الصدر بشوية. يعني لهنا مثلا؟ والله أنا ما أشوفك، أنا بعيد على التلفزيون عشان يكون الصوت واضح. زين يا تفضل مو مشكلة. أكمل. والله رأيت يا شيخ أول حلم رأيت. لا زين، لون بشرته كيف كان صلى الله عليه وسلم؟ بيضاء سوداء، بيضاء مع اللحية؟ حمرة؟ اللحية؟ لا لا البشرة. يعني قريب فيها بياض يا شيخ، فيها زين بياض. عسى الله أسأل الله أن يرزقنا وياك. زين أكمل، ما الرؤية؟ الرؤية يا شيخ كان وقت فجرية. نعم. يعني وقت فجر طلع من وسط خيمة. إيه. فقال لي وضيني اللي توضى يعني. إيه. فأنا وضي يا شيخ في الأصبع الأيمن من أصابع الرسول الصغيرة الأيمن من القدم اليمنى انتفخ يا شيخ، صار دي الحبة كذا. نعم. فقال لي رش عليها الماية، رشيت عليها الماية يا شيخ وطابت. نعم. عارف. إيه. وشفت فوق سحاب، قلت يا شيخ يا رسول الله ادعي لي، فدعا لي بالرزق. الله أكبر. زين في رؤية ثانية بعدها. زين أنا أريد أن اسمعني، أريد أن أتكلم عن هذه الرؤية. أنت ماجد ماذا تعمل؟ أنا أشتغل موظف حكومي. لا طبيعة العمل هذا بماذا؟ بالمال؟ بماذا يعني طبيعة عملك؟ مال يا شيخ، أنا موظف حكومي. أدري، لكن مثلا حكومة مجال الدعوة والإرشاد، حكومة في مجال وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، شرطة، لا بنك. قوات مسلحة. زين مسلحة. هذا هو السؤال، بالقوات المسلحة. هل في هل لك مسجد؟ هل لك حاجة بنيتها؟ هل لك في مركز سنة أنت سعيت له؟ هل فعل سعيت لبناء مركز مسجد؟ ماذا صنعت به؟ في مواد الأدوات الصحية. الأدوات الصحية بمعنى مكان الوضوء. اي نعم. الله أكبر. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. اي نعم. أنا قاعد أوضيه. وأنت توضأ يا أخي، هذا واضح الرؤية. أنت لك في أماكن وضوء المسجد صدقة جارية، أليس كذلك؟ إن شاء الله. إن شاء الله. والأناس وأناس كثر تتوضأ بهذا ماذا؟ في المسجد. وأنت رأيت أنك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. ما التأويل إذن؟ واضح. واضح. الله عز وجل بما أنفقت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عسى إن كان في المنام كما في اليقظة، كما أنفقت مالا ليتوضأ الناس ويصلوا سواء فريضة أم سنة ويحيوا كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنت أنفقت في هذا المال سيبارك الله لك في رزقك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الرؤى 100%، ما تحتاج تأويل. أعطني الرؤية الثانية. دخل كنت في طلعت في جبل مرتفع. نعم. وكان في صحابة يا شيخ ملتفين حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان واقف على حجر مرتفع عنهم شوية. نعم. فلما قدمت لهم انفكوا إلى نصفين. إيه. فتقدمت لهم ونزل لي هو مسكني مع يدي اليسرى فوداني على طرف الجبل هذا. نعم. وكان على مد النظر في حفرة كبيرة شيخ، وكانوا في ناس يتعذبون بالنار. الله أكبر. وكانوا يصيحون، أنا شفتهم وسمعتهم بإذني، فجوة كبيرة في وسط تحت الأرض تحت الجبل هذا. إيه. فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم قلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء زنات الأرض. الله لا يبتلينا. زين. فقط؟ فقط. يصيحون من فوق إلى تحت المشرب ولما يسقطون. إيه ما رأيته حقيقة، لأن السجين قال ابن عثيمين قال جهنم قيل في الأرض، فما رأيته حقيقة، بمعنى الذي رأيته النبي صلى الله عليه وسلم والذي أراك حقيقة. علم؟ علم يا ماجد؟ أسأل الله. آمر قول. في واحدة ثالثة شفتها. تفضل. هذا آخر واحدة. إيه أعطوا وقت. كنت جالس على قمة. ما أسمع. على كنت جالس في أرض. إيه. وجاني شيخ كبير في تبيضة وكله أبيض. نعم. من قوة ما طالع فيه ما نقدر أشوف ملامح وجهه. إيه. وكان قدامي القبر. إيه. فجلست أنا وهذا الشيخ هذا اللي جنبي لين ما طلعت الشمس. قبل ما تطلع الشمس تقدمت أنا عند القبر وفكت منه نور من تحت القبر، وفك القبر في ثقب صغير ارتفع منه نور من تحت إلى السماء. إيه. وسألت قلت من هذا القبر؟ هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دمت طالع في النور ماني قادر اشوف القبر من جوه، طلع لي منه ريحه مسك. ايه وشميت الريحه هذه وطلع لي من طرف القبر عوده. ايه العوده العطره هذه، فاستحيت اني اخذ منها. فقال لي الرجل هذا من هديه من الرسول، خذ منها نصيبك. عود ماذا؟ عود خشب، عود يا شيخ. ايه عود فقط. ايوه نعم. إيه يعني ليس سواكا. لا 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 لا، عود هذا اللي بخور هذا فقط. هذه العمل الصالح، هذا الرائحة الطيبة تدل على العمل الصالح. أعمالك الصالحة تحيي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله عز من أعمالك الصالح سيرزقك الله سمعة طيبة. أنت من صوتك تحب. إي والله أسأل الله عز وجل أن يجعلك حصنا حصينا ودرعا متينا في نصرة الإسلام والمسلمين. أنا وأنت إن شاء الله. آمين إن شاء الله. آمين. الله يعطيك العافية. آمين يا مرحبا. يعني سبحان الله كل رؤاه يعني أقول أنها حق، حتى من صوته يحب ترى خشية. أسأل الله عز وجل أن نحن لا نزكي على الله، نحسبه والله حسيبه. نسأل الله عز وجل الذي لا إله له أن يثبته على الطاعة، هذا الذي نستطيع أن نقوله. نعم من معي؟